فكيف نحدد أن هذا الظالم قد ظلم الناس، وكيف نتعامل مع هذا الظالم؟ الله يكرمكم ويحفظكم بارك الله ويحسن بكم، إليكم شكرا شيخنا. جزيلا لكم وجزاكم الله كل خير. تفضلوا شيخنا مباشرة نجيبه إن شاء الله. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يرفع عنكم الظلم وينصركم نصرا مبينا ويكفيكم آمين. شر أعدائكم أجمعين ويعيدكم آمين. إلى دياركم سالمين غانمين ويمكن لكم في أرضكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. آمين. بالنسبة للظلم بين واضح لا إشكال فيه، فإنه أخذ الحقوق من أهلها من غير إذنهم ومن غير مسامحتهم، وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو أخذ حق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما كان من القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهو أعظم الظلم بعد الشرك بالله، وأعظمه ما كان إبادة جماعية وقتلا للكبار والصغار وقتلا للسجد الركع في المساجد ونحو ذلك، وإحراقا للمدن بالكيميائيات أو بالبراميل المتفجرة أو غير ذلك مما شاهدنا من الأفعال المروعة. فهذا من الظلم البين الذي لا خلاف فيه ولا يمكن أن يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته وبصره، وكل من كان ظالما بهذا الظلم فإن مجرد الركون إليه أي الميل القلب بمحبته أو مساعدته أو مسامحته متوعد صاحبه بالنار، فإن الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فتوعد الله الراكن إلى الظالم بأمرين، بأمر في الآخرة وهو مس النار أي دخول جهنم، وبأمر في الدنيا وهو أن الله لا ينصره، فالنصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله، فمن ركن إلى الظالم لا ينصره الله أبدا ثم لا تنصرون. والركون إلى الظالم إذا كان لقصد دنيا ورغبة فيها، فصاحبه قد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من المتوعدين الوعيد الشديد رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له وإلا نكص أو نكث. فهذا من شر الناس وأقذرهم وأخصهم، فلذلك لا بد من الابتعاد عن الظالمين، ونتمثل بهدي الأنبياء المرسلين الذين قال الله فيهم فبهداهم اقتده، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فتعرفون مقاطعته للظالمين من الأقربين، منهم عمه وبنو عمه وأخواله وأصهاره وعشيرته وقبيلته، وخرج من مكة وقاتل الظالمين لأخذ الحقوق للمستضعفين كما أمره الله وأصحابه بذلك. فقد قال الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكذلك موسى بن عمران عليه السلام، فإنه قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربي بما أنعمت علي أي بسبب نعمتك علي أن عرفتني بك ودللتني عليك ورزقتني الإيمان بك، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لا يمكن أن تراني ظهيرا للمجرمين وهم الظالمون أعداء الله ورسوله والمفسدون في الأرض. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكن للخائنين خصيما. فالخصيم عن الظالمين والخائنين في هذه الحياة والمدافع عنهم والمتأول لهم بماذا يلقى الله يوم القيامة؟ والله قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لا بد من البراءة من الظلم والظالمين، وأن يحذر المؤمن على نفسه من ذلك، إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا لطيف. فالحذر الحذر من الركون إلى الظالمين مطلقا ومن الميل إليهم بالقلب ومن مساعدتهم
ملاينتهم بأي وجه من الوجوه، فذلك على شفير جهنم عائدا بالله من النار.